مهدي تبارك الله عليك اليوم قسم الحمد لله موجد الامور كامله ضروري احنا يا عندنا الخدمه موسميه ماشي دائما يعني كنخدموا مثلا في النويل في الاعراس رمضان عيد الحب عيد المراه عاوتاني هي مقتوله عاوتاني حنا كنمشيو مع هاد المناسبات بحال هيدا بحال هاد النهار هذا شنو وجدتي وشنو كان الطلب اللي كثر على الكليين اليوم الطلب اللي كان عندنا كانوا عندنا لي بيش حتى هما اللي معروفين الناس كيخرجوهم في النويل وخرجنا شويه لي زونطخومي هما ديك الطرطاس مدوري واش اللي كان وكانوا الناس اللي كيديو مثلا ديك شي القهاوي كيعملوا فهمتي كيعملوا مثلا طبلة عائليه مثلا كيدخلوا لهم معها مثلا بواسون كذا كيزيدوا حتى واحد لابش هادو الناس اللي تعاملنا معاهم هاد الايام هادي يعني نقولوا الناس الحمد لله يعني الناس كتحتفل تحتفل بزاف انا في الاول غامر فهمتي كنت موجد واحد لا كونتيتي ومقمر كنقول واش تخرج واش ما تخرجش الحمد لله اليوم تفاجات صراحه راه داكشي تزاد عليا فهمتي والحمد لله هادشي اللي كاين خايب عاد عملتي ما عليك زوقتي ما حل تبارك الله ضروري ضروري دابا شنو كتعرف الا ما زوقتي شي ما تبيش ضروري خصك تزوق باش تبيع خايب راه انا كنقول للكليان ديالي مرحبا بكم في اي ساعه سواء كانت نويل ولا ما كانش وكنتمنى لهم سنه جديده زعما تدخل عليهم بالصحه والعافيه واش ما كيتمناو ومرحبا بكم معنا في اي ساعه ودابا اليوم شنو جيتي ان شاء الله عند مهدينا شنو عاد مهدي ماشي اليوم اللي كنجيو لعندو راه حنا الكليان ديالو دائما كنجيو لعندو يا رمضان يا العيد صغير العيد الكبير راس العام حنا دائما مع مهدي على حسب داكشي اللي عنده زعما صراحه نقي بزاف وداكشي مع الدلاله اليد فهمتيني ومع الميه ديالو زعما تبارك الله عليهم يعني ماشي غير مناسبه اليوم راه راسنا ماشي حنا الكليان ديالو ديال الخبز ديال الحلوى ديال البريواز كلشي تبارك الله عليه راه داكشي عنده زعما صراحه مرحبا بك بالحومه ديالنا مرحبا برانوس شنو اليوم جيتي تدي من عند مهدي؟ مهدي جيت تدي من عنده الخبيزه والحلوى الميريندا العشيه اللي كتعمل دائما دائما هما كيعرفوني انا قلت لك احتفال ما كنحسن لا احتفال ما بيني وبينه احتفال موالي ابراهيم وكان الانسان كيعرف باش كيحتفل ما يحتفلش راه كتحتفل بواحد خطيره نقولها ولا لا قولها مزيانه راه كتعترف بان الله تعالى شو على المصيبه الكبرى يعني الانسان يحاول يحتفل الاحتفالات ديالنا موجودين نحتفلوا بالمولود مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نحتفلوا بالعيد الكبير ونحتفلوا بالعيد الصغير ورمضان نحتفلوا به علاش ما كيحتفلوش في راس العام ديالنا وما كيعرفوش حتى شحال واحد يقول شحال شمن عام دابا حنايا لا حنا كل واحد يقول لك شمن عام حنايا ما يعرفوش 1445 انا عارف ابراهيم تبارك الله عليك محمد تبارك الله عليك الله يبارك فيك اخي ابراهيم بارك الله فيك اليوم شنو الناس اللي داو بزاف وبداو جاو ياخذوا لي زونترومي ولي بوش ديال راس السنه بما فيهم حتى لي شوكولا ديال الاخر ديال العام راك عارف اخي ابراهيم دابا كاين اقبال الحمد لله سنه سعيده والله يكمل عليكم بالخير والله يدخل علينا بالصحه والعافيه وجعل ربي تكون احسن سنه ان شاء الله اليوم شنو وجدتوا هنايا بزاف وجدنا لي طات وجدنا اي حاجه متخصصه براس السنه ان شاء الله كنتمنوا راس السنه يدخل بالخير على الناس كاملين صافي كنتمنى لكم سنه سعيده تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد